في يوم 8 اكتوبر كانت اول معارك بالنسبه لي. في اليوم ده كنا احنا موجودين في منطقه في الخلف على بعد 5 كيلو قنال. تحركنا في مكان اللي هو المكان ده الواطي نعمل فيه كمين لصد هجمات العدو المدرعه المضاده. في المكان ده كان المكان اللي دمرت فيه اول دبابه من 23 دبابه دمرتهم في خلال حوالي نص ساعه. كان المكان ده واطي وكنا يعني مكان بالنسبه للموقع حاكم. في هجم اول دبابه ضربتها هجم المكان ده اربع دبابات ضرب فيها بيومي اثنين وانا ضربت اثنين في المكان اللي هو في اتجاه الشرق. ضرب هجم برضو دبابات اخرى فدمر دبابات. في اللحظه دي كان العدو يعني بيدفع دبابات فكل ما يدفع دبابات تدمر. ففي الوقت ده كان موجود معايا المقاتل الخوري برضو كان يعني كمساعد في الصواريخ. بعد تدمير التسع دبابات اللي دمرهم المقاتل عبد عاطي في الوقت ده هو ظهر لنا حوالي 30 فرد من دبابات العدو المدمره جايين مهاجمنا. وبعدين لقيت نفسي ولقيت شيء شدني كده خدت رشاش واحد زميلي وجريت تقدمت ناحيتهم وصديت الهجوم بتاع الافراد دهيت. وفي اليوم ده هو دمر المقاتل بيومي 4 دبابات من 18 دبابه اللي دمرهم على طول مده القتال. يوم 9 اكتوبر كان في هجوم الساعه 6:30 صباحا يوم 9 على موقعي في اتجاه شمال. الهجوم ده كان غير متوقع ففي اللحظه ديت كنت موجه صواريخي في اتجاه اخر ففوجئت بتقدم دبابه ومجنزره حامل الجنود كان عليها حوالي 4 مدافع رشاشه في اتجاه ده وكانت الدبابات في اتجاه ده. انا كنت في الموقع ده ووجهت صاروخ على اول دبابه فبصيت لقيت الدبابه ولعت بعد كده ضربت صاروخ الثاني عليها فالصاروخ كان في صعوبه في توجيهه والحمد لله ربنا وفقنا ودمرت المجنزره. المجازرة ديت دمرت يعني طلع منها نيران ولهب فظيع والحمد لله اتدمرت الدبابة. وبعدين الدبابة اللي احنا واقفين في ريحة ديت دي اللي دمرها المقاتل عزمي اللي هو الاخ ايوم. الدبابة ديت من ماركة سنتوريون اتدمرت يوم 10 الساعة 3 الظهر اتدمرتها وكانت المسافة بيني وبينها كان حوالي 750 متر من عالتبة اللي هناك ديت. والدبابة دي كانت ضمن 3 دبابات اللي هم كانوا جايين من اليمين فالحقيقة كان منظر لطيف جدا. الدبابة دي بعد ما اتدمرت الدبابة التالتة لما شافت دي اتحرقت راحت طالع على طول الأفراد الطعم مسلمين نفسيهم. كان في هجوم للواء مدرع إسرائيلي كان في مقدمته 6 دبابات إسرائيلية. في اللحظة دي دمرت 5 دبابات من 6 في حوالي 10 دقايق. كانت الدبابات داخلة على موقعنا فالمكان الوقت ده طبعا كانوا في مقدمه اللواء المدرع الاسرائيلي لما دمروا الدبابات ديت فوقفت تقدم اللواء المدرع الاسرائيلي. دي بقى دبابه من الدبابات اللي دمرتها الخمسه دي دبابه مدفع 106 ملم محمول على شاشه دبابه. دول 2 دبابتين من الدبابات الخمسه دمرتهم وكانت الموقعه ديت معايا المقاتل عفضيل. في الوقت ده ان احنا كنا بننتقل من مكان جديد من مكاننا لمكان جديد فكان كنا انا والمقاتل الخولي كنا تاخرنا شويه عن عبد العاطي هو كان سبقنا الموقع الجديد. فهو جه قايم بسرعه وجه محضر صاروخ لنفسه وجه ضارب اول دبابه وصلت الموقع. الوحده اللي احنا فيها دمرت في خلال حرب رمضان حوالي 140 دبابه. اللي دمر الدبابات دي هم ولاد مصر الفلاحين ابناء القرية المصرية زي ما بنقول عبد العاطي. هو صحيح دمر اعلى رقم في الوحدة انما في برضو عندنا بيومي مدمر عدد زيه اقل منه شوية وفي برضو عوض مدمر اقل منه شوية. وده يدل على ان الانسان المصري او ابن القرية المصرية البسيطة قدر يستوعب المعلومات المعقدة الالكترونية رغم ان الاعداء وابواق الدعاية اللي هي الخارجية كان بتقول ان المصريين مش ممكن ابدا يستوعبوا الاسلحة المعقدة. سرعة 30 كيلومتر في الساعة
مسافة 1500 أحوال صعبة، عندما أكون جاهز أضرب. تمام يا فندم. هي اسمه خد. تمام يا فندم. الوحدة اللي كنت فيها اللي كنت بحارب معاها في حرب اكتوبر كان الناس اللي فيها ناس كلهم شباب متقارب سنهم لبعضه، وكان مثلنا الاعلى القائد عبد الجابر كان زي ابونا بالظبط، وكانت روح معنوية عالية جدا لدرجة ان هو لما اصيب فخده رفض ان هو يخلى وقعد معانا في موقع. في اخر ضوء يوم 14 كانت في دوامة خندقة في اتجاه موقعي، الدابة دي ضربت على موقعي حوالي 30 طلقة، وكان الطلقات بتيجي بعيد عن موقعي. بعد ما تأكدت ان الدبابة خلاص ذخيرة وظهر من داخل الدبابة فرد يطلع فوق البرج يفرغ الذخيرة الفارغة، ففي اللحظة ديت عبرت المخاطر الخولي بتوجيه صاروخ على الدبابة، ففي اللحظة ديت ضربت صاروخ وكان صاروخ صدم بيها وولعت الدبابة وكان احسن صاروخ ضربته. ضربنا صاروخين مشتركين انا والمقاتل عوض، ففي النهايه بصيت لقيت الصاروخ بتاع المقاتل عوض دخل في الدبابه المجنزره ديت من المكان ده، ودخلت انا في المجنزره ديت من المكان ده، وده الجزء اللي هو ناتج اختراق الصاروخ للمجنزره. كمان تلاحظ ان اللي دخل صاروخ جواها فيعني عمل ضغط فراح مطير برج جنب المجنزره في المكان اللي هناك ده، وكان طبعا معانا في الموقع معانا المقاتل عفضيل. المجنزره ديت من ضمن 16 مجنزره اللي دمرهم محمد، دمرهم المقاتل عوض في الاشتباكات اثناء حرب اكتوبر، وفي الوقت اللي احنا كنا فيه هناك فلما جه يضرب العربيه المجنزره ديت فاطلق صاروخ وعبد العاطي اطلق صاروخ، فدخلوا الاثنين مع بعض، دي عبد العاطي دخل من هناك، محمد عوض دخل من المكان اللي احنا فيه ده، فكان في منظر الدبابه وهي مولعه كانت شبه ان هي كتله ملتهبه من النيران وطلع منها دخان بقى لانها دخل فيها صاروخين اثنين، يعني زي ما تكون نار كده طايره في الجو.